السلام عليكم صحباتي الفنات والزوينات الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تكونوا دائما فرحانات ناشطات. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الجلابه المغربيه الرائعه اللي دائما متميزين بالجديد وكذلك بالاثواب والالوان والتناسق الالوان، يعني بواحد الشكل اللي اكثر من رائع. وكذلك حتى القفطان المغربي اللي دائما متميزين به، حتى هو يعني صراحة كنشوف بزاف القفاطان، ومع احترامي لجميع الدول يعني جميع البلايص، ولكن دائما سبحان الله القفطان المغربي وكذلك الجلابة المغربية كيبقى عندهم واحد الميزة ديالهم خاصة، لا بالنسبة لتناسق الألوان وكذلك الموديلات والجديد والأثواب الرائعة والجديد اللي كيكون دائما بالنسبة للخياطة، بالنسبة للحبات خاطرك دائما كتكون حاجة كتنسيك في حاجة أخرى. وكيف قلت لكم البنات، في هذا الفيديو غادي نشارك معكم جلابة بأشكال مختلفة ومتنوعة ودائما جديد، وبالخصوص يعني اللي خارج دابا بزاف ودارج على الموضة، هي الجلابة اللي بالطرز ديال التشباك البنات، اللي هو اللي خارج دابا بحال الجلابة اللي شاركت معكم الأولى. كاينين بزاف ديال الموديلات، بزاف ديال الأشكال، وكذلك تنبات ديال العقيق اللي دائما كيكون حاضر ودائما كيكون فيه الجديد، شيء ما كيشبه لشيء، يعني دائما خارج داكشي زوين صراحة، ودائما خارج داكشي جديد. فكنبغي فحال هكا نحاول انني كل فيديو ديال الجلالب او ديال اي حاجه يكون متنوع باش نرضيو جميع الاذواق، لا بالنسبه يكون فيه طرز نبات راندا التشباك البنات اللي خارج دابا صراحه الشكل ديالو زوين، يعني كاينين بزاف ديال الموديلات وبزاف ديال الاشباك، غير في التشباك البنات راه كاينين بزاف ديال الموديلات. مهم الى عجبتكم اي حاجه مرحبا بكم والف مرحبا، سكراني والموديل اللي عجبكم وصيفطوه ليا في الواتساب، وانا راه الاشاره اي موديل عجبكم نصوبو لكم. وكذلك بالنسبه للموديل شي موديل بحال هكا يكون عندكم وما شفتوهش انا عندي، فحتى هو يعني صيفطوه ليا ونصوبو لكم، يكون ديال راندا ديال الطرز ديال اي حاجه البنات، يعني انا راه الاشاره. بالنسبه للتواجد ديالي انا كاين في مدينه الدار البيضاء، بالضبط في جوهره اللي حدا المدينه الجديده. مهم هذا هو المكان البنات، ولا ليفريزون يعني الا كنتو داخل مدينه الدار البيضاء راه كاين لا ليفريزون اللي يوصل لكم اللي بغيتو حتى لباب الدار ديالكم، يعني غير كتصيفطوا ليا بالضبط اشنو بغيتو وكنجمع لكم الكوموند ديالكم وكنصيفطوا لكم وكيوصل لكم حتى الباب ديال الدار. كيكون الثمن ابتداء من 20 درهم وكيبقى على حسب البلاصه يعني اللي بالضبط، وفحال حتى المحمديه حتى هي رسل لكم ب 30 درهم، يعني بلا ما نحتاج نرسل لكم في الامانه ب 50 درهم، فرسل لكم يعني مع الدري بحال هكا في ليفريزون يعني ب 30 درهم، يعني كتكون ناقص عليه اكثر. الطرز هذا البنات هذا هو ديال التشباك اللي كاين في الكمام، تبارك الله كاين كاين اللي كيكون بحال هكا يا في الكمام، كاين اللي كيكون في الصدر، كاين اللي كيكون بحال هكا من التحت، كاين اللي كيكون هابط بحال هكا من الجنب. مهمه البنات، موديلات كثيره كثيره ومتنوعه فيه. وبالنسبه للمتتبعات اللي ساكنين خارج مدينه الدار البيضاء، كنرسل لكم عبر الامانه، يعني كنرسل لجميع المدن المغربيه عبر الامانه. كيبدا الثمن من 50 درهم، الا كان 2 كيلو 51 درهم، 3 كيلو 52 درهم، كتبقى غاديه كتزاد كيلو كتزاد درهم واحد. بالنسبه للمتتبعات اللي ساكنين خارج المغرب حتى نتوما كنرسل لكم عبر الامانه، ولكن الصراحه يعني على حسب كورونا كيف ما عارفين وعلى حسب المرض، يعني مازال ما طلقوش لجميع الدول ان تصيفط ليهم، يعني بعض الدول اللي تلقوهم فيمكن لي انني رسلهم ليكم، يعني ما كاينش مشكل بصفه نهائيه. وكنعتذر بزاف على الغيبه، وشكرا لكم بزاف على تساؤلاتكم الكبيره اللي كتدخلوا عندي وكتسولوني وكتقولوا لي يعني ما بقيتيش حطيتي علاش ما بقيتيش. فالصراحه البنات يعني غير مع الوقت وصافي، يعني كيف ما عارفين من وراء العيد ما كيكونش واحد اقبال كبير على هذا الشيء، فهذا الشيء علاش قلت نصرح حتى انايا شويه وديك الساعه نبدا نشارك معكم في حال هكايا الجديد ديال اي حاجه البنات. يعني بدا الجديد الحمد لله الشكر لله، بدا الجديد كيخرج كيف قلت لكم المغرب دائما متميز بالجديد في الجلابه وفي القفطان، في الاثواب يعني صراحه، في الالوان، في تناسق الالوان، يعني كيكون شي حاجه اللي كتكون ميزه اللي زوينه، والخدمه اللي كتكون متقونه راه هي كلشي، يعني لا بالنسبه للكاليتي ديال الثوب لا بالنسبه للخدمه، خص يكون داكشي فيني مزيان متقون مزيان. المهم الا عجبتكم اي حاجه مرحبا بكم والف مرحبا، ما عليكم الا تسكراني والموديل اللي عجبكم وتصيفطوه ليا في الواتساب في هذا الرقم 0707 39 61
01 هذا هو رقم ديال واتساب البنات، يعني الا عجبتكم اي حاجه صيفطوا لي ان شاء الله في هذا الرقم. ومرحبا والف مرحبا. وبالنسبه للمتتبعات اللي كيسولوني بزاف بزاف على الملابس الاطفال ديال تركيا ديال البرد، دابا حاليا عندي غير ديال الصيف، هما اللي باقين عندي، يعني تقريبا يقدر يكون كل موديل بياسه او جوج بياسات، يعني هما اللي حاليا مازال كاينين عندي. الا بغيتوهم كتبوها لي في التعليقات ونشاركهم معكم البنات، نعاود نشاركهم معكم باش تشوفوهم وتاخذوا عليهم فكره. اما بالنسبه للملابس ديال البرد بصراحه ما غاديش نقدر نجيبهم دابا حاليا لانهم غلاو الشحن بزاف بزاف، يعني طلع لواحد الثمن اللي مرتفع بزاف، لانني ولو جبتهم غادي يطلعوا غاليين بزاف. فهادشي علاش يعني مع هذا المرض وداكشي هادشي علاش ارتفع مصاريف الشحن، ارتفعوا بزاف بخصوص ان كنجيبهم عبر الطياره، لان الطياره ما كيوصلوا على اسبوع، يعني اسبوع عاد لما كان شي مشكل ولا شي روطار في الديوانه. فهذا الشيء اللي كاين البنات. اما في الباطوره ما كيوصلوك على شهر وعاد زيد الروطار، يعني امتى غيوصلوك. فدائما الصراحه كنجيبهم في الطياره، ما كنخلصش عليهم يعني الباطو، كنخلص عليهم في الطياره باش يعني اسبوع يلاه كيوصلوك وداك الشيء. وهذا الشيء اللي كاين البنات. كيف قلت لكم ان شاء الله ملي غادي ترجع يعني الشحنه على الاقل ينخفض شويه، فحال ما جبت ديال الصيف حتى هما كان يعني ارتفعوا وجبتهم، ولكن دابا البنات ارتفعوا بزاف بزاف، يعني ما غاديش نقدر بصفه نهائيه نجيبهم لان الثمن ديالهم غادي يكون مرتفع. فهذا الشيء علاش ان شاء الله غادي نتسناو من هنا القدام الى هبطت بحال هكايا مصاريف الشحن، يعني الى هبط الثمن ان شاء الله نجيبهم لكم. علاش لا، وكذلك البنات راه كاينين شي موديلات واعرين في ملابس الاطفال وكذلك ملابس المحجبات ديال تركيا، يعني الجديد اللي عندهم كيتميزوا به بواحد الدرجه اللي كبيره، لا من الكاليتي ناحيه يعني الكاليتي ديال الثوب، لا من ناحيه الموديل، لا من ناحيه الجديد. دائما سبحان الله حتى هما عندهم جديد، يعني كتبقى كل دوله وسبحان الله اشنو باش كتميز واشنو هي الحاجه اللي كتكون صراحه عندهم زوينه بزاف. بالنسبه لتركيا عندهم الملابس ديال الاطفال ديال المحجبات، يعني كيخرجوا دائما الجديد اللي كيكون زوين بزاف. يقدر الموديل يبالك غير سامبل وعادي، ولكن في اللبسه كيجي شي حاجه اللي كيجي شي حاجه اللي زوينه زعما صراحه سبحان الله، يعني متميزين لا بالنسبه للبصاله، لا بالنسبه للكاليتي ديال الثوب، لا بالنسبه للجديد، لا بالنسبه للموديلات، يعني سبحان الله. لو تشوفوا غير ملابس ديال الاطفال ديال تركيا راه داكشي اللي خارج راه واعر صراحه، تقال شي حاجه اللي زوينه بزاف ودائما تلقاي جديد، ماشي نفس الشيء كيبقى يتلاح ولا لا، دائما جديد دائما جديد. وغادي نحاول ان شاء الله نشاركه معكم. وبالنسبه لهاد الجلالب هادو بالضبط، هادو البنات راه كيتباعوا جاهزين، كاينين جلالب في هاد الفيديو الاولين تقريبا كيتخيطوا، وهادو يعني هاد الاخرين كيتباعوا جاهزين. الا عجبكم اي موديل من هاد الموديلات هادو كيف كتلاحظوا سكرانيه وصيفطوه ليا ونجيبو ليكم. بالنسبه لهادو فيهم لي طاي، اما المخزنيين دائما كيكون طاي ديالهم ستوندار، يعني بالنسبه لهادو اللي كيكونوا في صاله ايفاسي كيكون فيهم لي طاي، والمخزنيين كيكون يعني كيكون طاي ستوندار. مهم البنات، الا كنتوا لي اول مره كتزوروا القناه كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا باشتراك القناه، وكذلك ضغطوا على الجرس باش دائما نبقى نلوح الجديد ونحط لكم يعني بحال هكا الجديد يوصلكم الاشعار ديالو. وكنتمنى تبارطاجيو القناه مع اصحابكم وعائلاتكم واصدقائكم وكل ما كتعرفوا باش تكبر العائله ديالنا اكثر واكثر، وتزيدوا تشجعوني نبقى دائما نشارك معكم الجديد وما نبقاش نغبر عليكم، لان صراحه قلت المشاهده اللي كاينه في القناه هي باش كتخليني نغبر يعني، و ما كتعطينيش انا واحد الطاقه اللي كتكون صراحه ايجابيه كتكون كبيره، انني نبقى نزيد دائما نشجع دائما نبقى نحط لكم اللي شجعني دابا كثار. وقلت نوض ونحط لكم هذا الفيديو هو التساؤل ديالكم عليا، يعني دخلتوا عندي الواتساب وسولتوا عليا صراحه علاش ما بقيتش كنحط وكتسناو الجديد. فهذا الشيء علاش تشجعت وبغيت نشارك معكم الجديد ديال جلالب هما الاولين، وان شاء الله غادي يكون الجديد في دابا بحال جاي دخل دابا شويه البرد غادي يكون داكشي شويه سخون، وكذلك باقي حتى داكشي اللي باد، يعني باقي الحال ما سخنش بزاف. وهادشي اللي كاين البنات، كنتمنى نكون ما طولتش عليكم، ما كنبغيش ندير لكم الموسيقى لانها كتكون بعض المرات ممنوعه كيكون فيها مشاكل. فهادشي علاش كنقول نهضر شويه معكم في الفيديو او نخليه يعني في الاخر صامت. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم ونكون دائما زوينه في عينيكم. وهذا الشيء اللي كاين البنات، وخليتكم الراحه والهنا. السلام عليكم، تنطلقوا ان شاء الله مع فيديو جديد.